أقامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك معرض الباسلي للإبداع والاختراع بدورته العشرين على أرض كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بدمشق بالتعاون مع جمعية المخترعين السوريين والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية. في مشاركات فعلا حلوة، في أفكار كتير حلوة. طبعا دائما يعني واحدة من الإشكاليات بتكون أنه الدعم المالي الحقيقة لحتى يكون النموذج أو الأول اللي يسموه البروتوتايب الحقيقة يكون مكتمل ويجذب النظر، لكن الأفكار اللي عم تطرح كتير كتير حلوة وفي منها تطبيقية. دائما واحدة من الأشياء اللي عم نشوفها أنه المشاركين ما عندهم فكرة كتير كتير عن القيمة السوقية لمنتجهم، بمعنى أنه في دور يمكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ربما الهيئة العليا للبحث العلمي تلعبوا لاحقا حقيقة بمقارنة يعني تحديد ما يسمى الجدوى الاقتصادية لعمل المشروع وكيف سينافس هذا المشروع حقيقة المنتجات الموجودة بالسوق. الشيء المميز بهذا المعرض التنوع، تمام. كان في عدة اختصاصات، كان في اختصاص لمجال التكنولوجيا، إعادة الإعمار، مجال الزراعة، مجال الطاقات المتجددة، وخاصة نحن بحاجة هلا لموضوع الطاقات المتجددة. لقينا كتير مشاريع حلوة، كان دوري هو تقييم لمشاريع بعدة مجالات، كلهم شاغلين حلو، حابين يورجوا شو في عندهم. لفت نظري كمان الأطفال بتابعين لطلائع، حلو، قدموا كذا مشروع أفكار كتير بسيطة ووسائل بدائية قدروا يعطوا شيء حلو، بدل على أنه الحمد لله سوريا تبقى شباب وإن شاء الله دائما للأحسن. المعرض يضم 276 عملا لمشاركين من سوريا والعراق وضعوا تصاميم واختراعات في عدة محاور تمحورت حول إعادة الأعمار والتصميم والإنتاج والإنشاءات الثابتة والكهرباء والمجالات الطبية والهندسة الميكانيكية والتكنولوجيا والكيمياء. مشاركين بسرير مخدم، الغاية من السرير يخدم أصحاب الإعاقة، الشلل الرباعي اللي ما بيقدر يحرك أطرافه الأربعة، ففينا نحركه نحن بحيث ما اعتبار ما بيقدر يجلس لحاله، ممكن نحن فينا أربع محركات ترفع للأعلى بيرفع ظهره للأعلى وممكن نحرك إجري للأسفل للأعلى، إضافة للتخدير الصحي للسرير الشغلات الصحية يعني ممكن يستخدمها، إضافة في إنه مي سخنة ممكن نعطيه المخدم بمي سخنة ومي باردة، وفي أمن عن طريق البطارية والإنفرتر كهرباء 220 للسرير. عندي أنا طرف علوي إلكتروني عبارة عن حركتين فتح وإغلاق بلبي حاجات اللي عندهم بتر مثل حالتي أنا، بتر علوي بالذراع عبارة عن محرك بيعمل على بطاريات تيار مستمر بيأخذ إشارة من العضلات حساسات إشارة عضلية بترجمها لدارة الكترونية بتعطي أوامر لمحرك التيار المستمر بفتح أو إغلاق حسب حاجة الشخص الموجود. هي بتعمل عن طريق اليد المبتورة تأخذ أمر فتح أو إغلاق حسب حاجة الشخص لتلبية بعض الحاجات لتخفيف العجز اللي نتج عن طريق البتر حالات البتر الإصابة باليدين. مشاركة بمشروع كيميائي تحويل نفايات العجلات المطاطية المستهلكة والغير قابلة للاستخدام لمادة كيميائية اللي هي ريزينات كاتيونية بتستخدم بمعالجة المياه الصناعية والزراعية ومياه الصرف الصحي. طبعا حضرنا منتج صناعي رخيص الثمن وبنفس الوقت خففنا العبء البيئي اللي بتسبب فيه النفاية المطاطية. المعرض يهدف إلى رعاية المبدعين والمخترعين وحماية اختراعاتهم وإشهارها وتنميتها وتشجيع المبدعين والمخترعين والمبتكرين لمواصلة اتجاهاتهم العلمية وتطوير إبداعاتهم.